احنا عندنا قرار من محافظه القاهره بازاله المدرج الديتش القديم لانه قايل للسقوط وخطر. يمكن احنا خدنا اجراءات وقائيه من حوالي سنه وقفلناه عشان ما فيش حد من الجمهور يخش خالص. عارف حضرتك طبعا اللي تحتيه اوض اللبس وتحتيه الجيم بتاع اللعيبه والغرف الاداريه كلها بتاعت الجهاز. احنا دلوقتي المدرج الثاني كان شرع فيه من حوالي يمكن 7-8 سنين وتوقف طبعا للظروف الماليه. النهارده احنا بنعيد الموضوع ثاني. ده طبعا معمول الديزاين بتاعه انه في استراحه للاعبين وفي غرف لبس على اعلى مستوى وفي جيم بيليق باللاعبي النادي الاهلي وفي غرف اداريه تكفي لمدير اداريات الكوره كلها والمدير الفني كل حاجه. فاحنا كان عندنا هدف ان احنا لازم نخلص من المدرج ده وننتهي منه في اقرب وقت والحمد لله جت الفرصه. هو مجلس حالي مجلس سابق كلنا مجالس كلنا جوه بنمثل النادي الاهلي وبنمثل الجمعيه العموميه. وبعدين احنا ما عندناش حد استقال، في ناس اعتذرت عن التعيين. واحنا تملي عندنا مقوله نقول ان الاهلي النادي الاهلي من حضر، اللي موجود هو اللي بيخدم الناس اللي هي انتخبته. ان شاء الله باذن الله عن قريب ان شاء الله هتكتمل المجلس باذن الله. اذا كان الناس الاعضاء جمعيه عموميه شايفه ان الميزانيه اللي بحققها لاول مره في تاريخ الانديه 260 مليون جنيه، دي عمل فائض 260 مليون جنيه 59 مليون جنيه، دي لا طريق بالنادي الاهلي، فهم ده رايهم، ده حقهم الاصيل ان هم يقبلوها او يرفضوها، مفيش حاجه عليهم خالص.